كان يوما حارا جدا، وكان الأسد في الغابة يشعر بجوع شديد. خرج من وكره وبحث هنا وهناك عن طعام يسد به جوعه، فلم يجد سوى أرنب صغير. قبض عليه وفكر في نفسه قائلا: هذا الأرنب لن يملأ معدتي. وفي حينها لمح غزالا مر على مقربة منه، فأصابه الجشع وفكر مجددا: بدلا من هذا الأرنب النحيل سأمسك بالغزال وأتناول وجبة دسمة. وهكذا أطلق الأسد سراح الأرنب وانطلق بأقصى سرعته إلى حيث رأى الغزال يركض، لكن هذا الأخير كان قد اختفى. شعر الأسد بالمرارة والأسف وندم شديد الندم لأنه أطلق سراح الأرنب، وبقي الآن جائعا بلا طعام.